هنتكلم النهاردة تكملة المحاضرة السابقة في الانترودكشن إلى الكلينيكال مايكروبيولوجي، وهنكمل نبدأ في الكلينيكال مايكروبيولوجي النهاردة إن شاء الله. حد له استفسار قبل ما نبدأ ولا أي حاجة أو أي طلب؟ أي ملاحظات؟ أي استفسارات؟ أي حاجة؟ ما فيش حاجة. أكو صوت؟ شباب؟ الحمد لله، كمان ما حدش بيرد عليا خالص. ماشي، شكرا شكرا لكم، شكرا لكم جميعا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرتنا طالما ما فيش طلبات، ما فيش ملاحظات. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على البكتيريال فيريولنس فاكتورز، اللي هي عوامل الشراسة في البكتيريا الباثوجينيك. الفيريولنس فاكتورز عبارة عن molecules produced by the pathogen that contribute to the pathogenicity of the organism. يبقى molecules بتتفرز بالميكروب الممرض عشان تساهم في الإمراض، تساهم في عملية الإمراض وإظهار أعراض المرض. هذه العوامل obtained these obtained virulence factors have two different routes used to help them survive and grow. ال virulence factors دولت هي وسيلة ان الميكرو اورجانيزم عايز يعيش، فلازم يهزم الخصم، لازم يهزم الخصم، والخصم بتاعه دلوقتي هو الهوست. The factors are used to assist and promote attachment and colonization to the host. يبقى هذه العوامل الـ virulence factor الوظيفة الأساسية إيه؟ عايز يلزق، عايز يتصل ويلزق على سطح الهوست، ومش بس كده، عايز يتجمع، يجيب حبايبه واخواته، يعملوا مستعمرة ويلزقوا ويقعدوا يعششهم على سطح الهوست. These factors العوامل دي include ثلاث حاجات رئيسية. العوامل الـ virulence factors هما ثلاث عوامل رئيسية هنغطيهم، اللي هما الأدهزينز الحاجات اللي بتلزق، الحاجات اللي بتمسك، وانفيزنز الحاجات اللي بتساعد على الغزو والاختراق. انفيزنز اللي بتساعد على الغزو والاختراق. الحاجة الثالثة الانتي فاجوسيتيك فاكتورز، عوامل بتمنع البكتيريا ان هي تبلع، ان هي تلتهم. يبقى انتي فاجوسيتيك فاكتورز بتحافظ عليها من الالتهام. The factor cause damage of the host. حاجات فاكتورز تانية، فاكتورز رابع اللي هو including toxins، بتطلع عوامل أو عامل آخر اللي هي بتفرز سموم. بقى تفرز سموم، كل الحاجات دي التانية دي حاجات تساعدها عشان تثبت رجليها. بعد كده ثبتت رجليها تبدأ تضرب نار، تبدأ بقى الجيش جه بيعسكر. عشان الجيش يعسكر يبقى لازم يلزق، يدق في الأرض أوتاد، ويدق ويعمل معسكرات. بعد كده يبدأ يعمل أنفاق ولا أي حاجة عشان يستخبى فيها، invasion. بعد كده برضو بيحمي نفسه من حد يجي يهاجمه من بره أو يلتهمه. الحاجة بقى وخلاص كده أمن نفسه، يبدأ بقى يضرب
قذائف بتاعته اللي هي التوكسينز، المواد السامة بتاعته ممكن يطلعها يقذفها. فنشوف الحاجات دي كده، نبدأ بالادهيرنس تو ذا هوست، الادهيزنس، او الادهيرنس تو ذا هوست. once the bacteria enter the body، مجرد البكتيريا تدخل الجسم they must adhere، لازم يجب عليها ان هي تلزق، تعمل sticking to the cells او tissue surface، otherwise لو ما لزقوش يحصل ايه؟ يحصل لهم زي swept away، by the mucus and other fluid، هيتكنسوا، في ميوكس. ربنا عامل ميوكس، خلايا بتفرز ميوكس عشان تكنس، وسوائل بتتفرز عشان تزيح. وأبسط حاجة اللي احنا ممكن نعرفها، لو دخل جسم غريب في القصبة الهوائية بنقعد نكح ونتشنج عشان يخرج بره، تلاقي فيه ريفلكس اكشن. دي حاجات يعني المقارنة مش في مكانها بالظبط لكن قريبة. بنلاقي القصبة الهوائية وربنا عامل فيها سيليا أهداب بتكنس لفوق، القصبة الهوائية فيها ميوكوس برضو، كل ده موجود. بتلاقي القصبة الهوائية تتقلص عشان تطرد هذا الجسم الغريب اللي دخل، سواء كان ميكروب أو حاجة مش ميكروبية، حاجة غريبة. فنفس الكلام ممكن يكون موجود يعني في الخلايا العادية، مجرد يجي عليها حاجة غريبة على طول بتفرز مواد مخاطية، بتفرز إفرازات عشان تعمل لها سويبت أواي، أو إن هي تكنسها وتنظف، المكان. The microbe produce material or structure allow them to adhere. الميكروب بقى بيعمل، بيروح مجرد ما يوصل للخلية كده بيبقى على سطح الخلية عايز يلزق، يعمل إفرازات on the surface. وطبعا they will escape defense، وعشان يهربوا لما يلزق في سطح الخلية يجي حد يبلعه، اللي هو عملية الفاجوسيتوزيس، يجي يشده يلاقيه لازق، في الخلية، يبقى ما يقدرش يعمل له فاجوسيتوزيس بسهولة. يبقى أول وسيلة من محاربة الفاجوسيتوزيس إن هو بيفرز إفرازات تلزقه في سطح الخلية. بعد كده نشوف إيه اللي في الفاجوسيتوزيس، إيه كمان غير المواد اللزقة دي. بنقول عشان البكتيريا تعمل كده زي هير ايفولفد اتاتشمنت ميكانيزم، يبقى عشان يحصل لها اتاتشمنت. واتكلمنا على الاتاتشمنت قبل كده لما كنا بنتكلم على الفيمبريا والبلاي، في المحاضرة التانية في الاستراكشر اوف بكتيريا، نشوف الحاجات بنستدعيها تاني الحاجات دي. فانا عندي فيمبريال ادهيجن ونون فيمبريال ادهيجن، يبقى طريقة بكتيريا بتلزق نفسها بالخلية عن طريق الفيمبريا. والمثال عندي الإشريشيا كولاي، يبقى في مثال عندي الإشريشيا كولاي نمط إن هي بتلزق نفسها بسطح الخلية عن طريق الفيمبريا. نشوف الفيمبريا بتاعتها تتدلى كده وتروح تمسك في الجلايكوبروتينز بتاعت الخلية، أو الحاجات اللي هي الحساسات اللي خارجة من سطح الخلية، من السيل وول بتاع الخلية، على طول بتروح شابكة فيها ولازقة. يبقى ديت الفيمبريا، وظيفة الفم ممكن تساعدها البلاي، ممكن البلاي والفيمبريا، لكن الأساس عندي الفيمبريا. النون فيمبريال، بنقول إن سام بكتيريا بتعمل أدهيجن، some bacterial cells sulfur adhesion molecules allow them to adhere، بتفرز molecules adhere them to the surface. يعني مش بس عندي هنا الفيمبريا، لا ده السطح كمان بتفرز افرازات نوع من البروتين بيلزق في سطح الهوست سيل، وبالتالي
example عندي الستاف اريوس ستافيلوكوكس اريوس ستافيلوكوكس اريوس، الغلسة الرخمة العنيدة بتفرز بروتين على سطحها اسمه سيرفس بروتين جي، سيرفس بروتين جي ستاف اريوس اس اي ستاف اريوس سيرفس بروتين جي اس جي ساس جي ساس جي. الساس جي ده هو نوع البروتين اللي بيتفرز من الاستافيلوكوكوس اريوس عشان تلزق او تزود عملية الالتصاق بالهوست سيل اللي هي نون فيمبريال ادهيجن ميكانيزم. الحاجة التانية الانفيسيف انزيمز بتعمل انزيمات تعمل انفيجن تساعد على الغزو تساعد على الاختراق. غزو ايه واختراق ايه؟ انفيسيف بكتيريا، البكتيريا اللي جاية تهاجم الجسم اللي جاية تغزو الجسم ممكن تدخل الهوست سيل او تخترق الميكوزال سيرفس. يبقى اول مرحلة ليها ان هي تدخل الخلية الاول او تخترق الميكوزال سيرفس وبعد كده تنتشر from the initial site اللي هي حصل فيه انفكشن. ده بنعتبره منطقة تمركز، تبدأ تقف فيه بقى وتركز وبعد كده تبدأ تنتشر في أماكن أخرى تبدأ تعمل spread للإنفكشن. Invasiveness is facilitated by several bacterial enzymes. عملية الغزو دي اللي بيقوم بيها أو بيساعد فيها شوية إنزيمات بتفرزهم، يبقى هي بتفرز إنزيمات أهمهم كولاجينيز إنزيم وهياليورينيديز إنزيم. هياليورينيديز إنزيم. These enzymes بتعمل إيه؟ بتكسر الـ components of the extracellular matrix. أنا عندي extracellular matrix بتضم الخلايا مع بعضها، بتخلي الخلايا تتماسك مع بعضها، فهو يفكك هذا الترابط، يبدأ يفكك هذا الترابط بين الخلايا وبعضها. Providing the bacteria with easier access to the host cell surface عشان تقدر توصل بسهولة. يبقى بيفكك الترابط بين الخلايا كولاجينيز والهياليورونيديز. الكولاجينيز ده انزيم بيكسر الكولاجين. الكولاجين ده نوع من البروتين. الكولاجين نسيج ضام. الكولاجين اللي بيدي للخلية الانتجري بتاعتها، الصلابة بتاعتها، بيدي لها القوة بتاعتها شوية. The major protein of fibrous connective tissue. البروتين الموجود في الكونكتيف تيشو النسيج الضام. النسيج الضام بيبقى ليفي ونوعية البروتين اسمها كولاجين. كولاجين كولاجين ذات بروموت اند سبريد انفكشن ان تيشو. يساعد بقى لما ده يتكسر تبدأ يساعد على الانتشار. الكولاجين ده طبعا موجود في خلايا الجلد، احنا نسمع عن الحقن بالكولاجين و و و كل الحاجات دي. الكولاجين يعني بروتين صلب شوية بيفرد، اللي بيفردوا به الجلد وبيفردوا به الوش والحاجات دي كلها الكولاجين. بعد كده عندي الهيال يورينيديز انزيم يتفرز برضو بالبكتيريا. سام بكتيريا زي تاني استافيلوكوكس اريوس استاف اريوس ستريبتوكوكس بايوجينس الاثنين الرخمين دولت بروديوس هياليورينيديز انزيم اللي هو كافيريونت فاكتور عشان يكسر البوليساكارايد. هياليورينيك اسيد الهياليورينيك اسيد عفوا بنقول ان البكتيريا دي بتفرز انزيم اسمه هياليورينيديز بيكسر البوليساكارايد اللي هي بتضم الخلايا مع بعضها making
it easier for the pathogen to spread through the tissue of the host organism. يبقى بيخلي الدنيا سهلة إنه يقدر يخترق. لما بتحلل البوليسكارايدز دي يبقى بتسهل لها المأمورية إنها توسع لها الطريق، بتوسع الطريق وتوسع السكة ليها. نشوف كده الدنيا رايحة لحد فين. الرسمة دي كده نتفرج عليها كده، نبص عندي لو دي الخلايا مترصة جنب بعضيها بهذا الشكل، عندي البكتيريا من اللي جاي يهاجم هذه البكتيريا، يبقى بيحصل الانفيزيف بكتيريا ريتش ذا ايبيثيليال سيرفيس، بتبقى على سطح الخلية من بره، تبدأ تفرز هيال يورينيديز انزيم عشان يكسر البوليساكارايد اللي بين الخلايا وبعضيها، اللي بين الخلايا وبعضيها في الابيثيليال سيلز. بعد كده يفرز انزيم اسمه كولاجينيز، بيوصل لهذه المنطقة، يبقى عندي كولاجينيز انزيم بيدوب الكونكتيف تيشو ده، الكولاجين ده، كولاجين الكولكتيف كونكتيف تيشو اللي هو فيه كولاجين فايبرس ماتيريال. وطبعا هيلاقي السكة دي كلها فتحت، يلاقي ده داب وده داب، يبقى بدل ما كان على السطح الميكروب بقى جوه الخلايا في وسط الخلايا، هيعسكر ويهيص ويبدأ ينتشر. بعد كده البكتيريا تبدأ تعمل انفيجن لديبر تيشو، بقت تتعمق وتخش جوه، بقى بدل ما كانت على السطح، لا الحاجات دي سهلت لها الطريق، الهياليورديز سلك الطريق من هنا، والكولاجينيز دوب لي الكولاجين الضام، النسيج الضام اللي موجود، فتبدأ الدنيا تتفكك وتبدأ السكة تسلك للبكتيريا. الأنتي فاجوسيتيك فاكتور، أنتي فاجوسيتيك، أنتي فاجوسيتيك، بنقول إن عندي many bacteria are rapidly killed once they ingested by macrophages اللي هي polymorphonuclear cell. الماكروفاج ديت خلايا بوليمورفو، شكلها متعددة الأشكال، لها خلي لها نيوكلوس من كرات الدم البيضاء. ماكروفاج خلايا كبيرة، ماكروفاج خلايا كبيرة، فاج اللي هي بتعمل فاجوسيتوزيس، فاج اللي هي فاج بتعمل فاجو، أكولة التهامية. على طول الخلايا دي هي بتنظف الدم أو الجسم من الحاجات الغريبة أو الحاجات المهاجمة بأنها بتلتهمها. بنقول إن سامباسوجينز إيفيد فاجوسيتوزيس، بعض الباسوجين بتهرب بتملص من الفاجوسيتوزيس أو الليكوسايتس، الليكوسايتس ديت الماكروفاجز باي مايكروبيسايدال ميكانيزم، بتعمل لها حاجة تتغلب عليها أو تهرب منها. The most important antiphagocytic structure، أهم حاجة وأهم structure اللي هو الكبسول، برضو نرجع للمحاضرة التانية، الكبسول فورميشن والكبسول اللي هي الاكسترنال تو ذا سيل وول، موجودة بره الجدار الخلوي. الكبسول بنقول is a tightly bounded polysaccharides material، tightly bounded polysaccharide مغطية حوالي البكتيريا، يبقى عندي البكتيريا ولاقي حواليها الكبسولة. في بعض طبعا البكتيريا السيلز، مش كل البكتيريا اللي بتعمل الكبسول، وادينا المثال في الستريبتوكوكوس نيمونيا و مننجيتايتس، الان مننجيتايتس، بنلاقي كده تيجي طبعا حاجة تبلع البكتيريا ما تعرفش لأنها متغطية بكبسولات أو متغطية بالبوليساكارايد اللي بتبقى هارد
تبقى هارد، وطبعا تلاقي مقاومة فيها وما تقدرش عليها. سكند جروب اوف انتي فاجوسيتيك فاكتورز، عندي انتي فاجوسيتيك فاكتورز تانية غير الكبسول. ار ذا سيل وول بروتين، ساعات بيبقى السيل وول بروتين خاصة في مثلا جرام بوزيتيف كوكاي، مثلا جرام بوزيتيف كوكاي بيبقى فيها بروتين اسم بروتين ايه، بروتين ايه اوف ستافيلوكوكس، اند ام بروتين اوف جروب ايه ستريبتوكوكاي. دولت بيمنعوا الفاجوسيتوزيس، دولت بيعكسوا ويمنعوا الفاجوسيتوزيس. يبقى عندي حاجات تانية غير الكبسول، بعض المايكرو اورجانيزمز زي جرام بوزيتيف كوكاي بتفرز لي بروتينات بتمنع عملية الفاجوسيتوزيس. طيب العوامل التي تؤثر وتؤدي إلى الدمج of the host، دخلت البكتيريا دي جوه التيشوز وغزت، عملت الانفيجن وعسكرت وقعدت، وبعدين تبدأ بقى تضرب النار، تبدأ تهاجم بقى، خلاص شافت نفسها راحت كده، كانت متنقلة، كانت متحركة، ركزت وبنت لها بيت ولا عششت وقعدت. طيب هعمل ايه بقى، انا جاي تعمل ايه، جاية تضرب نار، جاية تطلع السموم بتاعتها. يبقى التوكسينز اللي بتعملها البكتيريا الباثوجينيك، باثوجينيك بكتيريال توكسينز produced by بكتيريا، بنقسمهم الى نوعين من التوكسينز، السموم عبارة عن اكسوتوكسين واندوتوكسين، خارجية وداخلية. خارجية اكسو وداخلية اندو. الاكسو هي ايه؟ سوليوبل بروتين، بروتينات دايبة، سولوبل بروتينات. ماشي، سولوبل بروتين توكسينز يوجوالي سيكريتد فروم ذا ليفينج بكتيريا. طبعا البكتيريا اللي هي مع الشيشه وقاعده دي وصاحيه، يلا يا جماعه تطلع المواد السامه بتاعتها اللي هي سولوبل بروتين توكسين، بروتينات سامه. مثال عندي نشوف كده السمية بتاعتها عاملة ازاي. These include some of the most poisonous substance known، من أكثر المواد السمية في الدنيا كلها. This estimated that أقل، شوف أقل كمية عندي كمية زي 1 مايكروجرام من التيتانوس. التيتانوس ده مرض بيجي عن طريق إصابة بميكروب اسمه كولستريديوم تيتاني، ده جرام بوزيتيف. نشوف إن الكلام ده 1 مايكروجرام، هذا الإكسوتوكسين كان كيل أن أدلت هيومن، يعني كمية 1 مايكروجرام دي ممكن تقتل إنسان. بيبين درجة السمية بتاعة البروتين توكسينز ديت أو الإكسو توكسينز. الأوريجين والريليز طبعا بالجرام بوزيتيف بكتيريا أز ويل أز جرام نيجاتيف، يبقى جرام بوزيتيف يبقى الاتنين. طيب الفيزيكال والكيميكال بروبرز إن هما بروتين، سولوبل بروتين، بيتقسموا إلى نوعين من البروتين، بروتين يوجوالي هيت لابايل، بنقول بروتينز اند يوجوالي هيت لابايل، في معظم الحالات غالبا بيبقوا حساسين للحرارة، ممكن البروتين يتكسر بالحرارة، لكن هناك استثناءات برضو، الرخامة والغلاسة والشراسة في ستافيلوكوكال ستاف اريوس ستاف اريوس ستافيلوكوكاي الانتروتوكسين، زي الايكولاي زي الايكولاي برضو هيت ستيبل توكسين. الايكولاي هيت ستيبل توكسين ده ما بيتكسرش بالحراره، الستاف اريوس او الستافيلوكوكس انتروتوكسين ما بيتكسرش بالحراره. يبقى عندي الستافيلوكوكل والايكولاي بيفرزوا حاجات هيت ستيبل
ما بتتكسرش، خرجت بره الاستثناء عشان يزود شراسة الميكروب، عشان يزود الغلاسة بتاعة الميكروسكوب. طيب نيجي نبص على الاكسيتوكسين ديت، الاكسيتوكسينز ديت شكلها ايه ولا بتعمل ازاي؟ الكومبوننت عندي الاكسيتوكسين بروتين، جزء بروتيني كده بيتفرز، بيتكون من تو بولي بيبتايدز. البروتين عبارة عن امينو اسيد بولي بيبتايدز شابكين في بعض، امينو اسيد شابكة ببعضها، بيتكون من حتتين، فيه جزء responsible for binding للبروتين بتاع الهوست سيل. لو عندي ده الهوست سيل فيه ريسبتورز كده موجودة في البروتين بتاعه، عندي الاكسيتوكسين بيبقى بهذا الشكل، عندي الجزء البايندينج سايت بتاعته حتة صغيرة كده من متشكلة على شكل الريسبتور ده، بحيث ان هي تمسك فيه وتكلبش فيه، يبقى الحتة الصغيرة دي اسمها بايندينج، بي بايندينج كومبوننت، بي بايندينج كومبوننت تمسك في الهوست، في الهوست بروتين ريسبتور. بعد كده الجزء اللي فوق ده هو الاكتيف، الاي اكتيف كومبوننت، الاي اكتيف كومبوننت هو ده المسؤول عن التوكسيستي. البكتيريا بتفرز البروتين ده الاكس اللي هو الاكس توكسين ده، الاكسيتوكسين ده على طول بيروح على سطح البروتين، سطح الخلية، يمسك في البروتين دي تروح ماسكة هنا، وانس ان البي بايندينج شبك في الريسبتور، على طول الجزء اللي فوقاني ده يروح طاير وسايبه، روح سايبه منفصل عنه وشايف طريقه جوه الخلية وبيجري جري، يبقى ده فتح له السكة، مجرد سلم له الطريق ويبدأ يشتغل. هنشوف المنظر ده عندكم في الباوربوينت، ممكن يبقى لو الباور بوينت موجود بيبقى ده متحرك، بنلاقي فيه حركة وانيميشن. يعني الانتي توكسينز او الانتي توكسين عبارة عن سبيسيفيك انتي بودي، وانس الاكسيتوكسين ده دخل الجسم، ربنا عامل ميكانيزم او حاجة، ده بيروح يعمل ستيميوليشن الى سبيسيفيك انتي بودي، يطلع كابابل اوف نيوترلايزنج ذا اكسيتوكسين، يعمل نيوترلايزنج اكسيتوكسين ان هو اللي سبب في خروجه، اللي سبب في تكوينه. كل توكسين معين بيخرج بيخرج له انتي بودي معين، يبقى الانتي بودي ده مسؤول عن الاكسيتوكسين ده، الانتي بودي ده مسؤول عن التوكسين ده، ده اللي بيخرجه وبيعادله. يبقى واحد هو السبب في تكوينه، وهو السبب ان هو يعادل الاكشن بتاعه، يبقى وسيلة حماية، وسيلة حماية اسمهم انتي توكسين، انتي توكسين، انتي توكسين. اكزامبل للانتي توكسينز عندي النيوروتوكسينز، النيوروتوكسينز اكزامبل للنيوروتوكسين عند الاكسوتوكسينز ذات افكت ذا نيرف. يعني عندي التيتانوس، التيتانوس توكسين او الكولوستريديان تيتاني بيفرز تيتانوس توكسينز، هذه التوكسينز بتشتغل على النيرف سيستم، بتروح تشتغل على النيرف، على النيورونز، وبنقول اللي هو عبارة عن الاكسيتوكسين ذات افكت ذا نيرف ترانسميشن، تروح تعمل شلل، تروح تأثر على الخلايا العصبية. الحاجة اللي بعد كده عندي الانتروتوكسينز بتاعة الكوليرا، الكوليرا بتفرز اكسيتوكسين اسمها انتروتوكسين، هي اسمها كده بس هي مش انتروتوكسين، لان كلمة انترو يعني مش ماشية مع الاكس، ديت نوع اللي بيتفرز من الكوليرا بس هو اكسوتوكسين، لانها بتفرزه وترميه لبره، يعني اكسو عشان هي بترميه لبره، لكنه هو بيشتغل انترو، بيشتغل جوه امعاء الانسان، فبنسميه انتروتوكسين عشان كده. فبنقول it is an exotoxin that stimulate the hypersecretion of water،
يخلي إفراز المية وإخراج المية يزيد من القناة الهضمية. ومش بس كده، ده الإلكترولايتس كمان، الصوديوم والبوتاسيوم، الأملاح، يحصل لوس للأملاح والمية من الانتستاينال إبيثيليال، وبالتالي يعمل ووتري دايريا. ووتري دايريا لو الإسهال ده استمر يوم يومين ممكن المريض يموت. لو الكوليرا دي قعدت يومين أو ثلاثة يبقى خلاص ما هتلاقيش المريض، هيحصل له جفاف، وطبعا الكترولايت امبالانس أو مشاكل نقص الأملاح. وعلى طول اللي بيموت في هذه الحالة هو نقص الأملاح قبل الجفاف. الجفاف ابن أو مؤشر، أو هو اللي بيؤدي إلى اللوس اوف الكترولايت، والالكترولايت دي المسؤولة عن كهربية الجسم كلها، والقلب بيشتغل بالالكترولايت أو بالكهرباء، وكل الخلايا بتشتغل بكهربية الإليمنتس أو كهربية الإلكترولايتس، الصوديوم والبوتاسيوم وما شابه. يبقى خلصنا كده من الإكسوتوكسين. نتكلم كلمتين على الإندوتوكسين. الإندوتوكسين دي داخلية، الإكسو كانت البكتيريا بتفرزها وترميها بره، إنما الإندو ديت it is not secreted، ما بتتفرز، لكنها هي مكون أساسي في جدار الخلية. أنه خلية الجرام نيجاتيف بكتيريا، يبقى دي من صفات الجرام نيجاتيف بكتيريا. ده بيطلعوا إمتى دولت؟ بيطلعوا لما الخلية تموت، يعني لا في حياتها مريحة ولا في موتها مريحة. لما في حياتها كانت بتطلع لي اكسيتوكسين، ولما ماتت هتطلع لي اندوتوكسين نتيجة التحلل بتاع جدار الخلية نفسه. تحلل جدار الخلية نفسه هيطلع لي الاندوتوكسين. ليه؟ هنشوف كده. لأن هم عبارة عن لايبوبوليساكرايد. فاكرين اللايبوبوليساكرايدز اللي موجودة في الأوتر ميمبرين بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا، لما كنا بنقول فيها لايبوبوليساكرايد، اللي بقى لايبوبوليساكرايد، لايبو دهون وشبكة في بوليساكرايدز في الأوتر ميمبرين بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا. وكمان زادت المبلة طين لا مؤاخذة، يعني إن هي هيت ستيبل، يعني ماتت واتحللت وبرضه ما بتتكسرش بالحرارة، يعني هتسمم 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 هتسمم، مفيش فايدة. طيب نشوف اللي بعد كده بيقول إيه. الكلام ده شفناه قبل كده، أو الرسمة دي شفناها قبل كده في برضو في المحاضرة التانية، شفنا المنظر ده قبل كده في المحاضرة التانية ديت. الرسم كبيرة شوية، وده مكان اهوت ال LPS اللي هم لايبوبوليساكرايز طالع من السلول. فنشوف كده الكلام ده درسناه في المحاضرة التانية. نشوف كده ال LPS، بنقول انها بتتكون من بوليساكرايد كومبوننت repeating sugar subunits، بسميهم ال O antigen. ال O antigen، نكبر الشاشة دي عشان تظهر ال O antigen عند الحتة دي كده، اللي هي ال O antigen repeated sugar subunits، هي دي الحساسات اللي هي لها antigenic characters، بتبقى antigenic characters. مجرد بس تيجي عند الخلية الهوست يبدأ يطلع لها انتيجين، او هي بتتعامل الجسم بيعملها ان هي جسم غريب او انتيجين، انتيجينيك كاركتر. هويتش بروتريود بتبرز بره ذا اكستيريور اوف ذا سيل سيرفيس. بعد كده كور بوليساكرايد مجموعة بوليساكرايد داخلية. وبعد كده ليبيد كومبوننت كولد ليبيد اي، يبقى مجموعة كور بوليساكرايد، وديت عبارة عن بوليساكرايدز
ريبيتنج يونت خارجيه اللي هي بنقول عليها الاو انتيجين، وكور بوليساكارايد مجموعه سكريات بسميهم كور بوليساكارايدز، فولود باي ليبيد كومبوننت كول ليبيد ايه. هو ده الطمه الكبيره، هو ده المشكله الكبيره، الليبيد كومبوننت كول ليبيد ايه that integrated into outer leaflet of the outer membrane. خلاص موجوده في الاوتر ميمبرين. الليبيد ايه مايتي هو ده المسؤول عن التوكسيستي بتاعه الموليكول. الليبيد ايه مايتي ده هو المسؤول عن التسميم، هو ده الجزء السام في البكتيريا او في السيل وول. The main physiological effect of lipopolysaccharide endotoxin، الاعراض مجرد ده ما يتحلل او الخلايا تتحلل يحصل ده، يحصل له ريليز على طول الجهاز المناعي بتاعنا او بتاع الهيومن او بتاع الهوست، على طول بيبدأ يتعامل معاه ويطلع يعمل فيفر سخونيه، كلها وسائل دفاع، وسائل شكوى، وسائل شكوى، وسائل دفاع، ويقول في حاجه خطر الحقوني، الجسم بيشتكي يعمل فيفر، يحصل هبوط في الدوره الدمويه ويحصل شوك، يبقى عندي هايبوتنشن، ويحصل هبوط في الدوره الدمويه، وممكن يعمل تجلطات كمان، اللي بيحصل زي اللي بيحصل في في على تكوين ثرومبس، ان يحصل تجلطات، تجمعات دمويه. وطبعا الثرومبس دي خطيره لو اتنقلت في حته حساسه زي الرئه، زي القلب، زي المخ، على طول بتبقى قاتله، خاصه في اللنج، البالمونري ثرومبس او بالمونري امبوليزم، على طول قاتلة وملهاش حل، يعني ما بيتلحقش فيها المريض، ما هي كحة كحتين وما تلاقيهوش. collectively referred to as septic shock، دي بنسميها كده septic shock، يبقى عبارة عن زي الانافلاكتيك شوك. septic shock زي الانافلاكتيك شوك، لما بيحصل تحسس قلنا ممكن يحصل في الدورة الدموية والمريض يطب ساكت يموت. فانا برضو نفس الكلام، ممكن المريض يطب ساكت يموت من الاعراض دي كلها مع بعضها، سميها سيبتك شوك، نسيجة الاصابة، سيبتك واسيبتك، سيبتك واسيبتك، الكلمة اللي جت في الامتحان، وبرضو ناس كتير او نصنا خمينا فيها، قلنا السيبتك كونديشن كذا 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 في المذكرة او في النوتس يعني، واللي جاي في الامتحان سيبتك، سيبتك كونديشن، سيبتك كونديشن، والله ده مش عارف ده شكله، ده هو بالنص. وطبعا في فرق بين سيبتك واسيبتك، دي عكست الكلام خالص. سيبتك شوك نتيجه ان عندي ميكروب، انما السيبتك مفيش ميكروب. ف كده تقريبا التارجت بتاعنا وصل في المحطه الاولى في الجزء الاولاني من المحاضره، ونكمل الجزء الثاني من المحاضرة بعد العودة. بعد العودة نعمل بفرنج بس للفيديو، نقول لكم thank you very much، thank you. نعمل بفرنج لو حد عايز حاجة في الخمس دقايق دولت ولا حاجة، أهلا وسهلا. المحاضرة مش طويلة، وانا في الجزء اللي جاي، الجزء اللي جاي بقى بداية الكلينيكال والكلام اللي فيه حاجات طبية اكتر، فيبقى برضو يعني نتعشم ان احنا نأدي رسالتنا، ويبقى عندكم بعض الحس المايكروبيولوجي يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني بنتكلم على الجرام نيجاتيف بس اللايك. محاضرة النهاردة والأسبوع اللي جاي كله هيبقى بنفس التوبيك، نتكلم على الجرام نيجاتيف بس اللايك. يمكن الجرام بوزيتيف مش هنلحق نديها، ما عندناش وقت نديها الكورس، فهتاخدوها مع الدكتورة منار، هديها لكم في لاب أو محاضرات مختصرة كده كلمتين نغطي بس بيهم. أنا طلبت منها الكلام ده وشفته، وحاجة مختصرة 5 صفحات على الجرام بوزيتيف على بعضيهم كده، بحيث إن أنا برضو نبقى عندنا الموضوع متكامل. فإن شاء الله هنكمل مع بعض الجرام نيجاتيف بس اللاي النهاردة والأسبوع اللي جاي، ونشوف اللي بعده هيحصل فيه إيه. انتريك جرام نيجاتيف رودز، هي انتريك جرام نيجاتيف رودز يعني بس اللاي يعني رودز، و ممكن تبقى الجرام نيجاتيف تبقى انتريك ونون انتريك، انتريك ونون انتريك الاثنين رودز. انتريك بكتيريا هي لارج جروب اوف جرام نيجاتيف رودز كاركترايزد باي ايروبيك ميتابوليزم، يبقى الميتابوليزم بتاعها ايروبيك. اللي سماها بالانتريك والنون انتريك ان هي انتريك ليه؟ ان موجوده commonly found in the intestine of animal، ممكن تعيش في الانتستين بتاعت الانيمال، عشان كده قالوا انتريك. والعيلة كلها سموها انترو باكترياسي. لو بصينا كده هنكبر الشاشة شوية على تقسيمة الجرام ستين، عندي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، جرام بوزيتيف بكتيريا وجرام نيجاتيف. موضوعنا النهارده بنتكلم على الجرام نيجاتيف بكتيريا، بنقسمها الى كوكاي باسيلاي وكوكو باسيلاي، يبقى عصوية كروية وكروية عصوية، ده بالنسبة للشكل. هنتكلم على الباسيلاي، أو أنا هتعرض للباسيلاي، أو أنا بتكلم على الباسيلاي أو الباسيلس النهاردة. الباسيلس أبص ألاقيها إما تكون انتريك، وده موضوع النهاردة الانتريك، إن هي موجودة او ممكن تعيش في الانتستين بتاعه الانيمال، او اللي هي نون انتريك. وهاخد بس المثال ده، هو فونجيو نيلا، لان احنا اخدناه قبل كده في مكان ما ذكرنا هذا الميكروب، فيبقى احنا حفظناه اوريدي. اكزامبل للنون انتريك لونجيو نيلا. عندي بعد كده اللي هو يعني انتريك ونون انتريك وكيرفيد. الكيرفيد ده اكزامبل عندي الفيبريو، وهندرس منها الفيبريو كوليرا، هندرسه المرة اللي جاية ان شاء الله. فيبقى عندي الفيبريو، مش لازم الفيبريو ده الكاميلو باكتر، كفاية الفيبريو كوليرا اللي هو الحلزون. كيرفيد ان هي ملويه شويه، حلزونيه كيرفيد بكتيريا. طيب نتكلم على الانتريك، دخلنا على الانتريك، نعمل لها لاكتوز فيرمنتيشن، نقسمها بناء على استجابتها اللي هي تلك الفيرمنتيشن الى
بوزيتيف ونيجاتيف. لاكتوز فيرمنتنج بكتيريا، ادي الرصه اهي، ايكولاي دولت يتحفظوا، انتروباكتر سيتروباكتر كليبسيلا، بقى دولت على الاقل بلاش كله يتحفظ، على الاقل الاثنين دولت هدرسهم، الاشريشيا كولاي والكليبسيلا دولت بيعملوا فيرمنتيشن، بيعملوا فيرمنتيشن لللاكتوز. بعد كده الباقي كل اللي هنا ده ما بيعملش فيرمنتيشن، كل اللي هنا ده ما بيعملش فيرمنتيشن، زي مين؟ الزودوموناس، وزي مين؟ السالمونيلا والشايجيلا والبرويوس. دول تحفظهم، الباقي ممكن اعديه ماشي، عشان دول هنتعرض ليهم او هندرسهم، يبقى لازم الاسامي دي تكون معايا وتكون عارف مين بيعمل ايه. يبقى عندي الاشريشيا كولاي كليبسيلا دول بيعملوا فيرمنتيشن، عندي الزيدومونس السالمونيلا الشايجيلا البروتياس ما بيعملوش فيرمنتيشن. طيب اللي ما بيعملش فيرمنتيشن للاكتوز، عملوا له اوكسيديز تيست، اوكسيديز انزيم تيست. احنا كبرنا وعارفين يعني ايه بقى اوكسيديز انزيم ويعني ايه فيرمنتيشن، دي ميزه الفرشه اللي فرشناها، بقى عندنا خلفيه. اوكسيديز انزيم تيست، عندي الزيدوموناس بتدي بوزيتيف يعني فيها اوكسيديز انزيم، السالمونيلا الشايجيلا البروتيوس نيجاتيف مفيش فيهم اوكسيديز انزيم. الصورة كده، يبقى دولة الكلام اللي أنا عايزه من هذا الرسم أو التوزيع دي أو التقسيمة دي، بحيث يبقى الصورة كاملة في ذهننا يعني. الباثوجينيسيتي، كلمتين السلايد ده ممكن أعديه، مش عايزه. السلايد ده أخدناه في الجزء اللي فات في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت، فده عشان ما كانش بيدرس قبل كده، فأنا كنت بس بعمل هنت عليه، لأن هنعوز كلمة pathogenicity وهنعوز كلمة virulence ونعوز كلمة invasiveness، هتجينا الكلمات دي كلها في الحديث، فبالتالي كنت بس بذكرها عشان المعلومة تكون جاهزة. لكن انتوا دلوقتي خدتوا معلومات كتيرة، من حسن الحظ ان انتوا درستوا تقريبا كورس مضاعف عن السنة اللي فاتت، الحمد لله، يعني فول تايم، يعني ندرس بكفاءة عالية وكمية معقولة، فإلى حد كويس يعني، تقريبا نقول هنخلص 90% من المنهج، في هذا في حد ذاته إنجاز كويس يعني. نقول عندي الانتريك جرام نيجاتيف رودز، نبدأ بيها بالتقسيمة بتاعتها، مواصفاتها بقى ايه، مواصفاتها الانتروباكتريسي مواصفاتها ايه بالظبط، هي سمول جرام نيجاتيف رودز، ده وضع طبيعي، هي رودز صغيرة غالبا موتايل ولها فلاجيلا تتحرك بالفلاجيلا، والاكزامبل عندي الشايجيلا والكليبسيلا دولت اكسبشن، يبقى عندي هشوف الايكولاي النهارده اشوفها لها فلاجيلا وموتايل، انما عندي الشايجيلا والكليبسيلا دولت نون موتايل، دولت اكسبشن، يبقى كلام معظمهم الانتروباكترياسي لهم فلاجيلا وبيتحركوا ما عدا شايجيلا وكليبسيلا. بنقول اوكسيديز نيجاتيف غالبا، فاكليتيتيف انيروبس، فاكليتيتيف انيروبس يبقى اختيارية اللاهوائية، يعني تنمو لا هوائيا ولكن في وجود الهواء تنمو، تنمو لا هوائيا ولكن في وجود الهواء تنمو برضو، بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز اند اذر كربوهيدرات فيما عدا
السالمونيلا والشيجيلا والبروتيوس واليارسينيا. اليارسينيا ده نوع من الأنواع البكتيريا المسببة للطاعون. اليارسينيا هناخدها برضو، هندرس اليارسينيا المرة اللي جاية إن شاء الله. كل دولت هنعد عليهم المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. بنقول إن صام سترينز من العيلة دي are opportunistic pathogen، والصام تاني some of them are pathogen. يبقى بعض من ميكروبات العيلة دي الانتروبكترياسي أو الانتر جرام نيجاتيف رودز، بعض منها ممرض pathogenic، والبعض الآخر انتهازي، يعني واقف يستنى الظروف وبعد كده لو جات له الظروف يتحول إلى عدواني وباثوجينيك. ما كانش أهو عايش وساكت وخلاص وما بيضرش، يبقى ده انتهازي. الحاجة اللي بعد كده لنا كده هنعاني في النت، ربنا يستر. بنقول عندي هنا، نكبر الشاشة برضو شوية للرسمة دي، خدناها قبل كده تقريبا المعلومات دي، لكن بنعيدها ونعمل هايلايت عليها. الديفرنشيشن بتوين لاكتوز فيرمنتنج والنون لاكتوز فيرمنتنج بالماكونكي اجار ميديوم اتكلمنا عليها، لكن في الإعادة إفادة، ماكونكي اجار عبارة عن سيلكتيف وديفرنشيال ميديوم خصيصا للانتروباكترياسي. الماكونكي اجار بيتكون من موبايل سولز، كريستال فايلوت، لاكتوز، نيوترال ريد. عندي البايل سولت والكريستال فايلوت دولت بيعملوا وظيفتهم في الميديوم انهبيت الجروس اوف جرام بوزيتيف بكتيريا، يبقى في الحاله دي يسمحوا بنمو الجرام نيجاتيف اونلي، يبقى في التالي هم سيلكتيف. يبقى السيلكشن جالي بالبايل والكريستال فايلوت، دول بيعملوا السيلكشن انهبت الجرام بوزيتيف، ما يقدرش ينمو في وجود الاثنين دول، يبقى اصبح الميديوم سيلكتيف. طيب عندي اللاكتوز بيعمل ديفرنشيشن، بحيث ان عندي لاكتوز فيرمنتنج بكتيريا اللي هي بتعمل فيرمنتيشن للبكتيريا، والاقي لون الميديوم بقى بينك كولر، الكولونيز بقت بينك نتيجه النيوترال ريد دوت اللي هو بينك في اسيدك ميديوم، وجود التحول الفيرمنتيشن جلوكوز الى اسيدز، يقوم النيوترال ريد يتحول الى بينك، هلاقي الميديوم هنا بقى بينك. والمثال عندي الاشريشيا كولاي وكليبسيلا، الكليبسيلا والاشريشيا كولاي الاثنين دولت لاكتوز فيرمنتنج، الباقي نون لاكتوز فيرمنتنج كولونيز وبيبقوا كولورلس. وعندي السالمونيلا والشيجيلا والبروتياس واليارسينيا، نفس الاربعه اللي احنا قلنا هنحفظهم موجودين دولت ان هم لاكتوز نون فيرمنتنج باكتيري. مجرد مراجعه. وبنقول في الاعاده الكلاسيفيكيشن بتاع الانتروباكترياسي ممكن تتقسم الى مجموعه او 15 ديفرنت جينرا، برضو مش هاخد منها الا اللي انا هدرسه، الباقي كده عنينا بس تيجي عليه كده. كان عندي اشريشيا، الشيجيلا، السالمونيلا، كليبسيلا، البروتيوس، اليارسينيا. يبقى عندي الحاجات دي كلها هنعدي عليها ان شاء الله. النهاردة هندخل في الاشريشيا كولاي، المرة الجاية هنجيب الخمسة الباقيين الاسبوع القادم ان شاء الله، او الاربعة ممكن الخمسة كلهم نجيبهم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله.
طيب الانتروباكترياسي نظرة عامة كده عليها برضو ومشاكلها، قلنا ان هم بعض منهم اوبليجيت باثوجين، يبقى هم ممرضين، مجرد ما يدخلوا الجسم يعملوا مرض على طول. مثال السلمونيلا، الشيجيلا، اليارسينيا، وبعض انواع الايكولاي، باثوجينيك، والبعض الاخر لو بصيت كده الاقيه ابورتيونستيك. النوع الثاني اهو ابورتيونستيك، يعني انتهازي، يعني عايش في سلام وساكت لما يلاقي فرصة ينقض. يبقى ديت شغالة على الناحيتين، الايكولاي شغالة ابورتيونستيك وشغالة اوبليجيت باثوجين. بعد كده الابورتيونستيك الباقيين كليبسيلا والانتروباكتر، هاخد الكليبسيلا والبروتيوس. الباقي مش لازم، خلاص، لان مش هدرسه، او يعني لو عينيكو جات عليه بس كده للعلم بالشيء، انما المطالب بيه عندي الكليبسيلا والبروتيوس، عشان برضو ما تكبرش الميكروبس اللي في راسكو كلها والحاجات اللي بتيجي يعني كميموري. لا، خلينا كده نركز في الحاجات اللي احنا هندرسها قدر الاستطاعة ونعرف الكلاسيفيكيشن بتاعها. طيب الحاجات دي بنقول اوبليجيت باثوجينز، ممكن تصيب حاجة تانية غير الجهاز الهضمي. نبص كده نشوف بيعملوا منينجيتايتس، التهابات في ال... في في سحايا المخ، الحمى الشوكية، بتؤثر على السنترال نيرفس سيستم، ونشوف كده الرخامة والغلاسة فين. اشريشيا كولاي، ادي الاشريشيا كولاي، يا لهوي وصلت للمخ. وصلت الاشريشيا كولاي، وصلت للمخ الاشريشيا، طيب عندي هنا نمونيا، التهابات رئوية، كليبسيلا، انتروباكتر، وبرضو اشريشيا. الله، بس الكومن قوي الكليبسيلا دي، ميكروب بيحب المكان ده. فيبقى عندي الاشريشيا كولاي برضو موجودة هنا وموجودة هنا. طيب سيبسيز موجودة في الدم، ماشية في الدم، وطبعا بتصيب عضلة القلب، لأن أبو الدم كله هو عضلة القلب. فألاقي برضو عندي هنا الله إشريشيا في البلاد ستريم، إشريشيا كولاي والكليبسيلا والإنتروباكتر. أنا مش هاخد الإنتروباكتر، مش عايز منها حاجة، عشان يعني خلينا في الميكروبات اللي احنا اتعودنا عليها. يبقى الكليبسيلا الاقيها برضو هنا، يبقى الكليبسيلا الاقيها هنا ولاقيها هنا، موجودة في النمونيا، موجودة في القلب او موجودة في الدم. طيب الدايرية ديت المكان الطبيعي ليهم بقى كانترو بكترياسي، الاقي سالمونيلا، شايجيلا، اشريشيا تاني، طبعا ده مكانها، بيتها، محلها. شوف واحد اتنين تلاتة أربعة، الإشريشيا أهو شغالة. ده أكتر من كده، أبص ألاقي هنا في اليوريناري تراكت إشريشيا كولاي أو الإشريشيا، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، الإشريشيا في كل بلوة ملاقيها، في كل حتة موجودة في كل الأورجانز. يعني ممكن ألاقيها، عملت مزرعة هنا ألاقيها، مزرعة هنا ألاقيها، مزرعة هنا ألاقيها، الإشريشيا شغالة، بتصيب جميع الاماكن. بعد كده اليورينري تراكت عند البروتيوس، وده اشهر ميكروب للجهاز البولي، بروتيوس. الكليبسيلا بتاعت الصدر جات لي هنا تاني، مورجانيلا يعني الى حد ما مش لازم ان انا يعني احطها في هذا الوقت. يعني يبقى دي جاست نظرة عامة كده عن الميكروبات بتصيب انه اورجانز او انه اماكن. يعني نتكلم على الايكولاي، نتكلم على الاشريشيا كولاي، ونبص كده نشوف الايكولاي
موجز عنها كده في 5 6 سلايد، بنقول الإشريشيا كولاي مكان معيشتها فين، عنوانها الرئيسي في الجي اي تي، المكان الرئيسي، رغم ان احنا شفنا تصيب كل الأجهزة تقريبا، يعني في كل خرابة نلاقيها. البايو كيمستري يورييز نيجاتيف، مفيش يورييز انزايم. الموتيليتي طبعا مطايلة، هي تتحرك بالفلاجيلا، لها فلاجيلا هي. وبعد كده نشوف التوكسينز بتاعتها، لما بتخش تعشش بالفيمبريا بتاعتها، بالفيمبريا تعشش وتلزق، بعد كده تبدأ تفرز التوكسينز. التوكسينز بتاعتها نبص نلاقي عندي 5 أنواع من التوكسينز، 5 أنواع من التوكسينز. أبص ألاقي عندي ال تي توكسين بتفرز، ال تي توكسين اللي هو هيت لابايل توكسين، ال تي لابايل توكسين، لا هيت لابايل توكسين، لابايل توكسين، ال تي توكسين. يبقى توكسين بيتكسر بالحرارة، والتوكسين ما بيتكسرش بالحرارة، ستيبل. وتوكسين زي بتاع الشايجة، توكسين زي بتاع الشايجة. وبعد كده سايتوتوكسين، سايتوتوكسين توكسين خلوي، واندوتوكسين، اندوتوكسين، اندوتوكسين، اندوتوكسين. واحنا عرفنا يعني ايه اندوتوكسين ولا ما عرفناش؟ عرفنا يعني ايه اندوتوكسين. اندوتوكسين ده عبارة عن ايه الكيمياء بتاعته؟ ها، عارف يعني ايه لايبوبوليساكارايدز، لايبوبوليساكارايدز، اندوتوكسينز. طيب بعد كده بنقول هاز سكريشن سيستم، الكلام دوت التوكسينز دي ممكن تعمل انجكشن للانسان او للهوست سيل، بعد ما بتلزق فيه بتعمل انجكشن بجسم اسمه انجكتوسوم، زي السرنجه لو جبنا رسمه فيه العجب، حاجه كده زي المسدس وحاجه كومبليكيتد قوي ما شاء الله. بتعمل انجكشن للسموم جوه الهوست سيل، يبقى بالانجكتوسوم، انجكتوسوم. وبعدين بنقول ان هي بتلزق باللاي والفيمبريا او نون فيمبريال فاكتور. النون فيمبريال فاكتور اللي بيلزق في حالة الإشريشيا كولاي نوع من البروتين، زي ما كان في الاستافيلوكوكس، في عندي بروتين A ولا ما اعرفش بروتين M ولا انا عندي هنا نوع من البروتين اسمه انتي مين، انتي مين، انتي زهراء، انتي جميلة، انتي 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 ما انتي، يبقى انتي مين، انتي مين. يبقى عندي هنا البروتين اللي هو نون فيمبريال فاكتور بتاع الاي كولاي اسمه انتي مين، انتي مين، ماشي. يبقى انتي مين بروتين هو اللي بيلزق البكتيريا في الخلية. وبنقول الترانسميشن يعني الانتستاينال ديزيز، نتكلم على الأمراض بتاعتها في الانتستين، الأمراض بتاع الإيكولاي في الانتستين، انتستاينال ديزيز. لما بتصيب الانتستاينال ديزيز بتتنقل عن طريق العدوى، بتحصل عن طريق الأورال راوت، الواحد إيديه تتلوث من أي حاجة، أو الفيكال ماتر، المواد الإخراجية ممكن تلوث الأكل، تلوث أي حاجة. with contaminated food طبعا الأكل، الطعام الملوث والأكل من الباعة الجائلين، المكان الغير نظيف. فده بيؤدي لي إن فيه 5 سلالات و5 أنواع من الإيكولاي بتصيب الجهاز الهضمي. النوع الأولاني اسمه انترو توكسيجينيك، كلهم انترو، كلهم انترو، انترو يبقى بيقول لي ان هم انتستاينال، انترو توكسيجينيك، هيموريجيك، اجريجيتيف، توكسيجينيك، انفاسيف، باثوجينيك. يبقى عندي
توكسيجينيك، هيموريجيك، اجريجيتيف، انفاسيف، باثوجينيك. توكسيجينيك مسمم، هيموريجيك بيعمل نزيف، اجريجيتيف بيتجمع على بعضيه، انفاسيف بيغزو، باثوجينيك ممرض. ها، يبقى ديت الصفات بتاعتهم. فيجي نتكلم على النوع الاولاني انترو توكسيجينيك. توكسيجينيك بتعمل توكسيستي، بيسميها او بتؤدي الى ترافلرز دايريا. الاعراض بتاعتها اسهال بتاع المسافرين، دايريا وزاوت فيفر. اللي جاي مسافر عنده اسهال وزاوت فيفر، مفيش حرارة، بيبقى عدم راحة، ماينور ديسكومفورت، سيفير كوليرا لايك سيندروم. يبقى اعراض زي اعراض الكوليرا شوية، اسهال، بس زي بنقول عليه اسهال السفر. بنقول كولونايز في الانتستاينال ميكوزا عن طريق الفيمبريا، وبعد كده تبدأ تطلع الانتروتوكسين بتاعتها، تطلع الانتروتوكسينز بتاعتها. بعد ما تلزق تطلع الانتروتوكسين. الانتروتوكسينز دولت هيت ستيبل وهيت لابايل، هيت ستيبل وهيت لابايل. يبقى مفيش جديد، هما الاتنين اللي موجودين العاديين بتوعها. فهو ميكروب إلى حد ما نقول تقليدي، ميكروب تقليدي. يا مسهل الأحوال، عندنا في النت هيبدأ إيه يتقل. طيب استسمحكم إيه نعمل شيفت.
الرحمن الرحيم. اكو صوت؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. برضو نفس الكلام برضو في يبقى قلنا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، بنعود تاني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول هذا النوع الانترو توكسيجينيك اللي هو الترابلرز دايريه، بيعمل ترابلرز دايريه وبيفرز توكسينز انترو توكسينز هيت لابايل وهيت ستيبل، الاثنين هيت لابايل وهيت ستيبل. الحاجة اللي بعد كده بنقول مواصفات الهيت لابايل انتروتوكسين، بيقولوا ان هو زي بتاع الكوليرا، شبيه ب الكوليرا توكسين في الاستراكشر بتاعه والمود اوف اكشن، يعني هيعمل جفاف ويعمل زيادة افراز واخراج المية والالكترولايت من الجسم من القناة الهضمية، فبيؤدي إلى الجفاف. الهيت ستيبل انتروتوكسين بنقول إن هو فاميلي اوف توكسينز عبارة عن بيبتايدز اوف لو مولكولار ويت، بروتينات مولكولار ويت صغير بتساهم وتزود يعني على الاكشن بتاع الهيت لابايل، بتؤدي إلى زيادة السكريشن اوف فلويدز والالكترولايت، تزود المشكلة بتاعة الاسهال وتخلي الجفاف يحصل أسرع. الانترو باثوجينيك بنقول دولت كوز دايريا في الأطفال، يبقى ده الميكروب ده مخصص للدايريه بتاعه الاطفال. involves bundle of forming villi، involve bundle forming villi، use بيستعمل حاجه اسمها الادهزين ده نوع من البروتين، نوع من البروتين اللي هو منه من الادهزين ده اسمه الانتيمين، هو ده اللي بيجيب بقى انتيمين. يبقى الولد الصغير ده بيقول لها انت مين، هو الانت مين ده هو اللي بيلزق في الخلايا، ان اوتر ميمبرين بروتين بايند تو ذا انتستاينال سيل، بيلزق في جدار الامعاء. وطبعا الادهيرنس تو ذا انتستاينال ميكوزا بتعمل ايه؟ لما يروح يلزق للانتستاينال الانتيميتين ده يروح يلزق في الانتستاينال ميكوزا بيروح يقوم يعدل البروتين بتاع الانتستاينال ميكوزا اسمه اكتين، يروح يعدل في تركيبه،
بدل ما هم ماسكين ايديهم في ايدين بعض، يخلي واحد يمسك في رجل واحد، واحد يمسك في شعر واحد. يبقى الترتيب بتاع البروتين اللي هو الاكتين هيختل، وبالتالي يحصل له تشويه، يحصل له ديفورميشن، وبالتالي يسهل عليه ان هو يحقن الانجكتوسوم بتاعه، يلاقي حته يحط فيها الابره بتاعته عشان افكتور بروتين ويدخله جوه الخليه. يبقى هو بيعمل ديفورميشن للاكتين بروتين بتاع الهوست سيل، وعشان يدخل الانجكشن او انجكتوسوم بتاعه في الهوست سيل في هذا المكان عن طريق الاكتين بتاع الخليه، الاكتين بتاع الخليه. يبقى ده الباثوجينيك، الانترو باثوجينيك ايكولاي، انترو باثوجينيك بتاع الاطفال، بتاعه الاطفال. النوع الثالث انفيسيف ايكولاي. انفيسيف يعني بتغزو، يعني هتفرز الانزيمات اللي هي الهياليورونيديز، وهتفرز الكولاجينيز بقى بكميات كبيره، ريزيمبل تقوم عامله زي الشيجيلا ديزنتري. الامراض بتاعها او الاعراض بتبقى شيجيلا ديزنتري، يبقى الديسنتريا زي الشيجيلا، يبقى زي الديسنتريا. يبقى المريض عايز يدخل الحمام وما يعملش الا حاجه بسيطه، يدخل الحمام رايح جاي رايح جاي. انكلود ديزنتري لايك دايريا، ديزنتري لايك دايريا ويز هاي فيفر، في سخونيه، بداية هنا السخونية، يبقى دي سخونية. النوعين التانيين ما عملوش سخونية. الفيفر هنا مع الانفيسيف. بنقول ان هما بنتريت لانه انفيسيف اند مالتبلاي ويزن ابيثيليال سيل، بتتكسر جوه الخلية كوزنج انتشار وتدمير الخلية، انتشار جوه وتدمير الخلية. They lack الفامبريال adhesion but الشيجيلا adhesin، الفامبريال adhesin مفيش فيهم الفامبريال adhesin، البروتين اللي بيبقى او الادهيجن عن طريق الفامبريا ما بيشتغلش. but شيجيلا but as in شيجيلا thought to be an outer protein membrane، بيبقى فيها عندها بروتين ميمبرين خارجي بيساعدها. they do not produce التوكسينز، لا لو لا هيت لابايل ولا هيت ستيبل توكسين، مفيش فيهم التوكسين. يبقى بتعتمد على الغزو وبتشتغل هي موضعي، بتخش نفس بنفسها للمكان، بتخش هي بنفسها مش بالتوكسينز بتاعتها، مش بالسلاح بتاعها، بتخش هي تشوف بعينيها وتشتغل بنفسها. النوع الرابع انترو اجريجيتيف، زي ما احنا شايفين كده بيتجمعوا على بعض، انترو اجريجيتيف، بيعملوا برضو ترافلرز دايريا اند بريزيستنت دايريا في الاطفال الصغيرين، مش ترافلر دايريا عاديه، لا في الاطفال الصغيرين. بيحصل ان هم يحصلوا ادهيرنس للسمول انتستين باي فيمبريا، يروحوا يلزقوا على السمول انتستين فيمبريا. ذا ادهيرنت رودز ستاك از بريك از ريزلت اوف، يبقى بيركبوا على بعض كده زي قوالب الطوب، وده بيؤدي الى شورتنينج، للمايكروفيلاي. المايكروفيلاي لا الخاملات اللي بتعمل امتصاص بتقصر في هذه الحالة. بنقول ده الكلام ده بريديوس برضو هيت ستيبل توكسين، التوكسينز بتاعتها بتفرز هيت ستيبل توكسينز. أعراض إسهال زي المية، ترجيع، جفاف. طبعا أي إسهال في الدنيا بدرجة كبيرة لازم يعمل جفاف، وطبعا ولازم يعمل ألم مغص. فده دولت العرضين دولت مش مهمين، دولت نتيجة الإسهال الوتري دايرية، ووتري دايرية وفوميتينج، ودولت توابع ليهم. وتري دايرية تؤدي
تؤدي الى الديهايدريشن وتؤدي الى الالم وجع في البطن. فيبقى عندي الاثنين دولت بس هم مربط الفرس عندي، الفوميتنج والووتري دايريه، الباقي توابع للووتري دايريه. النوع الخامس انترو هيموريجيك، هيموريجيك بتنزف، بتنزف بنقول ان البكتيريا بايند تو ذا سيلز لارج لارج انتستين زي الانترو باثوجينيك، بريديوس شايجا لايك توكسين واحد واثنين، بتطلع اثنين توكسينز اسمهم شايجا واحد واثنين، شايجا لايك توكسين واحد واثنين زي الشايجيلا، بيجي من الشايجيلا، هناخد الشايجيلا المرة اللي جاية، resulting in severe form of copious bloody diarrhea. copious bloody diarrhea يبقى عندي اسهال مليان دم بكمية كبيرة، copious 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 مليان دم بكمية كبيرة with low grade or no grade of fever، يبقى الفيفر بسيطة، سخونية خفيفة، بيسموه هيموريجيك كولايتس، بيسموها العرض ده التهابات القولون المنزفة أو النزيفية، يبقى في نزيف في القولون، سيفير كوبيوس بلادي دايريا، يبقى نازل، عشان كده قالوا هيموريجيك 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 لايف ثريتنينج سيتويشن. طبعا عندي نزيف جامد بهذا الشكل يبقى مهدد للحياة، لايف ثريتنينج سيتويشن، ات از توكسيك افكت اون ذا كيدني، لها توكسيك افكت على الكيدني برضو، بتعمل هيموليتيك يوريميا، تعمل هيموليتيك يوريميا. انفكشن باي انجيشن اوف انادكويت انادكويت كوك دي ميت، الاكل اللحمه اللي مش مستويه، خاصه في الهامبرجر، خاصه الفاست فود، الهامبرجر بقى ده سبب رئيسي من اسباب الهيموريجيك ايكولاي، الانترو هيموريجيك ايكولاي، الانفكشن باي انجيشن انادكويت كوكت هامبرجر، اللي بياكل همبرجر نص سوا او السوا بتاعه قليل، او اللحمه عامه سواها قليل، بيبقى الميكروب موجود وعايش ومبسوط في هذا المكان، فبتبقى مصدر العدوى من اللحوم النيه او اللحوم اللي مش مستويه كويس. اكسترا انتستاينال بقى الاشهر حاجه بنقول على اليونري تراكت انفكشن، بتصيب الجهاز البولي، 80% من الستات الحوامل اللي بيشتكوا من عدوى المجاري البوليه الاقي فيها الاشريشيا كولاي، الاقيهم في الوند انفكشن الجروح، الاقي السبتسيميا زي ما شفنا في القلب اللي هي موجود في الدم، سبتسيميا ايميا، ايميا يعني دم، وسبت سبسز اللي هي عدوى، عدوى في الدم، نيونيتال مينينجايتس، وقلنا برضو السحاق، الالتهاب السحائي خاصة في الأطفال الصغيرين، في الأطفال الصغيرين حديث الولادة، الإيكولاي ميجر كوز اوف ذيس ديزيز اوكيرينج ويزن ذا فيرست مانث اوف لايف، يبقى أي أطفال في أول شهر عندها مينينجيتايتس التهاب السحائي غالبا الميكروب هو إيكولاي، الميكروب إيكولاي، الميكروب إيكولاي. طيب العلاج، العلاج الرئيسي عندي بنقول في حالة اللوكال والسيستميك ديزيز، اللوكال والسيستميك ديزيز لما يبقى فيه مثلا جرح، في خراج، في اي حاجه من الحاجات دي، او سيستميك ديزيز موجود في اي مكان، بنعمل تيست فور سنسيتيفيتي، نعمل تيست حساسيه ونبدا نعالج اما المزرعه تطلع. بس طبعا زي ما احنا شايفين اسهال ونزيف وحاجات ما تستناش، فمن الخبره بندي المضاد الحيوي بناء على الحاجات دي. فالحاجات اللي هي سيستميك عندي العلاج الرئيسي لها لازم ادي المضاد الحيوي، نمره واحد السيفو تكسيم، السيفو تكسيم نمره واحد، السيفو تكسيم اللي هو
السيفوتاكس، السيفوتاكس انجكشن، السيفوتاكسيم بيدي امينو جلايكوزايد زي الجاراميسين او الجنتاميسين، السيبروفلوكساسين، السيبروفلوكساسين السيبرو واخواته، السلفونامايد مع ترايميسوبريم، ترايميسوبريم مع السلفاميسوكسازول اللي هو كو ترايم كو ترايموكسول اللي هو الكومباينيشن اتنين مع بعض. في حالة اليورينري تراكت ابص الاقي اللي تشويس عندي بيفضل ان هو يبدأ بالسيبروفلوكساسين وبيكمل بالسلفونامايدز، وفي حالة المينينجنايتس في حالة التهاب السحائي بيفضل ان هو ياخد السيفوتاكس عشان طبعا السمية بتاعته. فيبقى السيفوتاكس في حالة المينينجتايتس، السيبروفلوكساسين والسلفونامايدز او ترايميسوبريم مع السلفونامايدز في حالة اليوريناري تراكت انفكشن، اليوريناري تراكت انفكشن. اي حاجة تانية سيستميك في اي مكان تاني ممكن نمشي بالبروتوكول دوت او بالسيكونس دوت، ابتداء من السيفوتاكس للجنتامايسين، لكن لا يفضل الجنتامايسين، لا يفضل الجنتامايسين، فقد نخليه في اخر حاجة خالص، ممكن ده نخليه في اخر حاجة ده. انما انا شخصيا بحبه بصراحة، يعني تجربتي مع الجراميسين او الجنتامايسين مش وحشة، لكن بناء على العلم اللي اتعلمناه والكلام اللي اتعلمناه انا بحطه اختيار اخير. ليه؟ مش احنا عارفين ان هو بيأثر على العصب السمعي، بيأثر على العصب السمعي وبيعمل مشاكل في الكلى، يعمل نيفروتوكسيستي ويعمل ديفنس، فطبعا الاثنين دول مشاكل، فاخليهم قدر الاستطاعة الجنتامايسين الامينوجلايكوسايد ديت يعني اخر حاجة قدر الاستطاعة يعني. وكده التارجت النهاردة تقريبا اولموست دان، حضرات زي ما انتم شايفين مش طويلة اولموست يعني وقتها معقول. فنقول لكم ثانك يو فور ايفري ثينج، ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. لو عايزين اي حاجة او اي استفسارات او اي اسئلة او اي اجابات اي حاجة نتفضل. مشكورين يا ريام، يا رفل، يا زهرة، يا عبد الغني، يا عبير، يا فاطمة، ها يا غفران، يا كلكم حبايب، يا صابرين، قول يا صابرين. احنا السبت عندنا امتحان ان شاء الله، عندنا امتحان السبت في المحاضرة اللي فيها الاميونيتي والجزء الاولاني من الكيموثيرابي. ما بنعطي لمريض المترونيد، احنا ما جبناش سيرة المترونيدازول خالص النهاردة، الايكولاي لمريض مترونيدازول ما بنديش مترونيدازول نوت ريكومندد النهاردة خالص. امتحان السبت الجاي ان شاء الله محاضرة 7، خشوا على المودل، انا حطيت الامتحان اوريدي امس، فخشوا على المودل تعرفوا التفاصيل موجودة على الموديل، التفاصيل كلها على الموديل. لو مش عايزين قولوا لي، لو مش عايزين امتحانات قولوا لي، انما انا عايزكم تتعرضوا لاكبر وقت لاكبر اسئلة ممكنة عشان بس تبقى فاميليار بالنسبة لكم. هو العلامات مش عايزين، ما خلاص عندنا علامات كفاية يعني، وأصلا الكوزات عليها 5 علامات ولا 10 علامات ماكسيموم يعني، مش ذات ماتش، مش ذات ماتش، مش عارفين هندي ايه لسه أصلا، فما فيش كلها الأسئلة دي، بس نعرض بعض للأسئلة ونشوف الأسئلة. وبرضه لو عندي خطأ في سؤال ولا حاجة على البنك الأسئلة بطلعه، ساعات بيطلع ألاقي كذا حد كده مطلع لي حاجة جت بالسهو كده، إن أنا حاجة صح معمولة غلط، وارد إن يحصل أي حاجة يعني. فعشان يبقى بنك الأسئلة مفيش فيه مشاكل بيبقى يتعرض عليكم أكنه اتعرض عليكم، واللي عنده شكوى حقيقية بفحصها
واشوف. انا يهمني ان انا اصلح بنك الاسئله واصلح الاسئله لو في حاجه قل من لا يسوى يعني. تتحسب او ما تتحسب مش قضيه يا اولاد، كلها مش فارقه حاجه، كلها مش هتلاقوا معظمكم جايب 4.5، 4، 4.5، 5 من 5 مثلا، او 9 و9 ونص و10 مثلا، او 8 ونص، اللي جايب 8 ونص هتبقى 9، هتلاقي كله هيتجبر، كله هيتجبر ان شاء الله يعني. الموضوع مش هيفرق كتير يعني، كلكم تقريبا هتبقى من اربعات لخمسات غالبا في يعني، او 8، من 8 ل 10 غالبا يعني، في معظم الكويزات، اللهم الا اذا كان حد بقى يعني مصر ان هو يبعد عننا خالص يعني. اللي عايز كويزات اهلا وسهلا، لو مش عايزين قولوا لي مش عايزين كويزات، انا ساتسفايد وكده خلاص بالنسبه لي، لكن انا شايف ان هي ميزه بالنسبه لي، وانا بتعب فيها كتير والله عشان اقعد اطلع الاسئله دي كلها يعني. العكننه بتاعتي مش عطيه المحاضره، عطيه المحاضره سهله، العكننه بتاعتي في قعدتي عشان اطلع الاسئله دي كلها واوضب الاسئله دي كلها، هو ده التعب والاجهاد كله. انا اقعد يومين عشان اطلع الاسئله، ويعني مجهود كبير كبير يعني. مجرد يعني ساعة ما بخلص المحاضرة بتاعتكم النهاردة كده بفرح، ساعة بعد ما اخلصها على طول أبدأ عليا ايه ضغط، الاقي اه ده انا مطلوب مني احضر المحاضرة اللي جاية، فالواحد ما بيلحقش يشم نفسه. وبعدين مش انتوا بس، انا معانا عندي سنة تالتة وعندي سنة اولى، وعندي بتلاقي الواحد وقته كله رايح، وقاعد اللي يقوم فيه ينام فيه. ربنا يسهل أسبوعين ونخلص من الشدة ديت إن شاء الله. ماشي، أنا شايف فيها ناس طالبة كويزات اهيت، بس طبعا اللي ما طلبوش ما بيقولوش، المفروض اللي مش عايزين كويزات يعملوا مظاهرة ويطلعوا في ساحة العشرين ولا ساحة الصدريين ولا كده، وإيه مش عايزين كويزات، وبعد كده نبقى نشوف السيد مقتدى رأيه ايه في الموضوع يعني. واذا العملية كبرت نبقى نطلب رئيس الوزراء يشوف برضه حل للموضوع. وماشي الحال، ربنا يبارك. هو انتوا مش انتوا من الشعب ولكم حقوق؟ لكم حقوق، هنينا، فربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، ربنا يستركم ويبارك فيكم. أي طلبات تاني؟ أي استفسار تاني؟ شكرا، شكرا لحضراتكم، ربنا يبارك فيكم، شكرا، ربنا يحفظكم جميعا يا رب، شكرا، شكرا، في رعاية الله، مع السلامة.